بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 27 رجب 1441 الموافق 22 مارس 2020. هذا توثيق بنزول النحل على السلم، وهذا هو موسم السلم. النحل ينزل على السلم، ولكن كميات ليست بتلك الكمية أو بالقوة التي ينزل عليها في موسم السمر. هذا هو السمر، أشجار السمر كما ترون، وهذه السلم تميز بالأعواد كما ترون. هذه أعواد السلم وأزهارها تكون صفراء فاقعة اللون كما ترون. هذه هي أشجار أو أزهار السلم. يختلف السلم عن السمر. أما في موسم السمر التجميع النحل عليه بقوة وبكثرة. والآن لا يزال الموسم باقي على الموسم تقريبا 30 يوم، 30 يوم أو أقل. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.